السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هنا في وجدة في واد ناشف اون فاصل لمحطة القطار، يعني موقع استراتيجي قريب للمدينة قريب لأي واحد. غادي نجي نصور لكم الشكاين، فيه بزاف المنتجات، فيه بزاف ما يتشاف. صورتكم اليوم الاثنين، لحقاش الاثنين كيكون خاوي ماشي بحال السبت والحد، هي العطلة راكم تكون عارفين العطلة كيفاش دايرين. المهم اجي شوف واش كاين عندنا. والله تبارك الله عليك. الله يبارك لكم العمل سيدي. عرفنا بعدا بالاسم ديالك الشخصي ديالك، لقيناك هنايا كتجول هنايا. عبد الناصر بوتشيش، مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق. تبارك الله تبارك الله. قول لي بعد التوقيت ديال العمل ديالو، بقاش كيحل بقاش كيفتح هذا المعرض بعد الصباح؟ يحل 9 يمكن صباحا ولا لا، هذاك كيتبلع مع 9 ونص ديال مساء. مع 9 ونص مساء. ودي والمعرض الموقع ديالو هنا في الواد ناشف. الموقع ديالو متميز، الموقع ديالو متميز في وسط المدينة تقريبا، موقع رائع. وكذلك في هذه المناسبة كنشكر مجلس جهة الشرق على تنظيم هذا المعرض المتميز والرائع، وكذلك بالتعاون مع الوزارة ديال السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وهذه فرصة للساكنة، خصهم يزوروا هذا المعرض، خصهم يشجعوا هاد الناس. الناس هذه مدة وهي ما تروش، والناس كيبدعوا. كثير من الناس هنا مبدعين، نعتبرهم مبدعين سواء في الصناعة التقليدية ولا في الفلاحة ولا في أي ميدان. خصهم يشجعوهم، يطلبوا من الساكنة والساكنة ديال جهة الشرق وكاع اللي كيسمعنا لهذا البرنامج، خصو يجي ويزور هذا المعرض ويشجع ويقتني. لأن لما كنشجعوا هاد المبدعين كنشجعوهم على المزيد من الإبداع، خاصة حنا نعرفوا بلي فات واحد الظروف ديال كورونا، وكانت شوية الاقتصاد كاع العالمي توقف، والاقتصاد ديال جهة الشرق كذلك هو تأثر كباقي الاقتصادات العالمية. إذا هذه مناسبة باش الساكنة نحتوهم ونلتمسهم لهم يجيو يزوروا هذا المعرض ويشجعوا الناس ويقتنيوا منهم ويشجعوهم وخا معنويا، باش يحس الفلاح ولا هذا الصانع ولا هذا التاجر اللي كاين شي ناس اللي يهتموا بهذه المنتوجات ديالو، يقتنيوها يشجعوه. وفي نفس الوقت راك دير واحد الدخل قار، لما تشري على واحد راه يخدم مع واحد المجموعه ديال الناس، اذا انت راك دير واحد الدخل قار، راك دير واحد الدخل قار لهاد الناس اللي راهم يخدموا. وكاين التعاونيه اللي راه تشغل واحد العدد كبير، خاصه التعاونيه ديال العالم القروي اللي راهم يشغلوا واحد العدد كبير ديال الناس. اذا ما تردوش اخواني اخواتي ساكنه مدينه وجه وساكنه الجهه الشرقيه بزياره هذا المعرض وتشجيع هذا المعرض، والاثمنه ديالو راه مناسبه جدا، ربما ناقصه عاد عن السوق. سي بوتشيش اسمح لي، احنا اللي جينا اليوم الاثنين خاوي شويه، اما نهار الجمعه والسبت الاحد كيكون عامر. كيكون عامر. ولكن بغيت نسولك الله يخليك. لا غير الخوار ربما مور العصر عاد يكون ان شاء الله ممتلئ، لان علاش كاين شويه ديال الحراره في مدينه وجه كما تعرف، والناس عاود كاين اللي مرتبط بالدراسه ولا بالعمل. اسمح لي سي بوتشيش، انا كنجي في هذه الوقيته نصور، ديما كنختار الوقيته اللي كتكون خاويه، ديما كنصور الاثنين اولا الصباح ولا في الوقيته ديال الحنا باش نصور بخاطري. ولكن بغيت نقول لك بزاف ديال الناس كيتخوفوا من المعارض، كيقول لك ربما كاين فيها شي ثمن زايد، ولكن جيت لهنا سبحان الله لقيت الثمن شي حوايج قل من الثمن ديال السوق. لا بالعكس، الاثمنه هنا مناسبه جدا ومناسبه لجميع، يعني مناسبه بحالها بحال السوق ولا اقل، لان بالعكس وكاين منتوجات متنوعه، خاصه في المنتوجات المجاليه بحال العسل بحال هذا، كاين انواع، كاين الاجبان، كاين كل شيء، المنتوجات اللي يمكن، وكاين كذلك الصناعه التقليديه، كاين كذلك منتوجات وابداعات سواء الالبسه ولا الافرشه ولا كل شيء موجود الحمد لله. اذا ما الناس الا يزوروا هذا المعرض ويشجعوا هذا المعرض ويقتنيوا هذا المعرض. سي ناصر بوتشيش، هذا انا شو معرض جهوي ياك، ولكن لقيت هنا كاين جمعيه جايه من فاس، جايه نعم قريب الوطني ديال مراكش والناس ديال الصحراء ديال العيون وديال قلميم وديال، يعني تقريبا نعتبروه معرض وطني، لان الناس كاينين في جميع المناطق في المملكه المغربيه. المهم اللي كنقولوا للناس بلي هذا متنفس ديال جوجلة باش الناس يشوفوه ويتحركوا، وكذلك متنفس لهاد الناس الصنايعيه والفلاحه والتجار باش يبيعوا منتجاتهم ويعرفوا وتعرفوا، لان المعرض ماشي الهدف ديالو هو البيع المباشر، بقدر ما الهدف ديالو هو تعرف واحد المنتج ديالك عند الناس يعرفوه، يقدر تكسب زبناء، وتقدر كذلك الصانع يحتك مع اناس جايين من الرباط، جايين من فاس، جايين كذا، كتكون عنده واحد الاحتكاك. وكذلك نخرجوا دوك بعض التعاونيات اللي عايشين في العالم القروي وعايشين في مناطق بعيده، ندخلوهم باش الناس تشوفهم وتعرفهم وتعرف الابداعات ديالهم. وبالحق احنا نبغيو بلادنا دائما تكون ناشطه، طنجة للقويره تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وديما مغرب كما يقولوا، ونتمنوا التوفيق للوداد في هذه الامسيه. ان شاء الله تبارك الله عليك ومبروك على بركان
الفوز بالكاس، الفوز بالكاس الكونفدراليه ديال الاتحاد الافريقي، ونتمنوا الوداد كذلك اليوم باش تتوج ان شاء الله، ونتمنوا كذلك باش تغى الروح الرياضيه في المقابلات بيننا وبين الاشقاء، باش يكون عرس رياضي افريقي ما يكون فيها لا تشدج، ونتمنوا الجمهور ديال الوداد باش يكون في المستوى اللائق، وهذا هذا ما نعرفه على الجماهير يعني المحترفه، الجماهير اللي عندها تجربه، باش يكون عرس افريقي بمعنى الكلمه، كما هذا المعرض راه عرس الصناع وجميع الناس اللي عارضين كتحس بهم اللي فرحانين وناشطين بهذا الخروج ديالهم اللي كان مده سنتين تقريبا وهو موقف النشاط الاقتصادي والتجاري. شكرا لوسائل الاعلام كذلك، ما تنساوش وسائل الاعلام اللي كتبذل جهود كبيره باش تنقل الصوره تنقل الحدث بكل ما معنى الكلمه. نشكركم، نشكر القناه ديالكم، نتمنوا لها التوفيق، نتمنى النجاح، ونتمنى لكم كشباب مزيدا من التالق والنجاح. شكرا سي نصر بوشيش، تبارك الله عليك، شكرا بزاف. بالنسبه للمعرض الموقع ديالو انفصل لمحطه القطار يعني لاكار جديد قريب من اي بلاصه في وجده، والتوقيت هو كاين من 27 ماي حتى ل 5 جوان، وفوقاش كيحل الصباح كيحل مع 9 ديال الصباح حتى ل 9 ونص ديال الليل، يعني من الاحسن الانسان اللي بغى يستغل ويشوف مزيان الحوايج يجي قبل العصر، مور العصر كيكون بلان ويبعد من السبت الحد. ايوا اللي عنده وليدات ما عنده ما يدير، لا اله الا الله. وحتى بالنسبه للثمنات صراحه كاين ثمن زويون، يعني بزاف د المنتجات اللي كاين تمايا، كاين منتجات من فريشه الالبسه، كاين حتى المواد الغذائيه اللي من اصل حيواني او الاصل نباتي، يعني وكتلقى دوك الجمعيات كيجيبوا شي حاجه اللي هي كاليتي، وفي نفس الوقت كاين الثمن. الناس بزاف ديال الناس هنا سبحان الله العظيم كيتخوفوا من المعارض، ولكن خصك تسول ماشي غير تبقى فايتو كتشوف، شوف سول على الثمن وكومباري، ماشي عيب مقارنه مع السوق او الاسواق الاخرى. ولاحظت واحد الميزه اللي هنايا هو سبحان الله شفت العسل بزاف ديال الماركات ديال العسل، وكاين الاجبان كاين اللباس كاين الكاطو الكعك شي حاجه سبحان الله، يعني كل عشم مقلب تلقاه. هانتوما كيما كتشوفوا هذا الكعك هذا الثمن 25 درهم بحاله بحال الكعك على برا، يعني بحال بالنسبه ل سوا مقروس سوا الكاطو كيف ما كان نفس الثمن اللي كاين على برا تقريبا، ما كاينش شي فرق. وفي نفس الوقت الناس اللي كتبغي تتقدى بحال هادو صحاب الكاطو ولا ياخذ عليهم، راه عندهم تما لي كارت فيزيت ديالهم ياخذ عليهم، ولا ياخذ النمره يبغي يتقدى مره اخرى او لا يدير كوموند ديالو، لحقاش هادو التعاونيات كيخدموا على العام. المهم هذا المعرض راه كامل مكمول، فيه بزاف ما يتشاف وبزاف ما يتقدى، الناس اللي كتهتم بالتقدية، وفيه واحد الجناح هنايا ديال الناس اللي مهتمين بهذه الأحجار الكريمة أو النقش الحجر اللي مهتمين بالآثار، كاين هنا واحد الجمجمة ديال واحد الديناصور قديم يعني ما قبل التاريخ، داك الشيء زويون ما غاديش نقدر نصور لكم لحقاش، إلا جيت نصور خصني واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع ديال التصوير، انا بينتكم غير شويه بكل فنين طرف حقا. ونسيت وكاين بزاف ديال الاجنحه، مثلا كاين واحد الجناح ديال الاطفال في ورشه ديال الرسم ويديروا مسرحيات ويديروا بزاف ديال الانشطه، كاين واحد الجناح ديال المقاوله الناس اللي مهتمين بالتسيير والمقاوله، كاين ناس مختصين اللي بغا استشاره تمايا يعني بالمجان، كبير. المهم كاين الجناح ديال الحيوانات في هاد الحواله، فيه المعز، فيه بزاف ديال الشيء، المهم الاحسن تجيو تكتشفوا. انا نعطيكم غير واحد اللمحه قصيره، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتهلاو في راسكم وعشركم بروكه.